بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. ازيك يا باشمهندسين؟ إن شاء الله دي محاضرة جديدة. المحاضرة دي هنتعلم فيها إزاي نحط اللود بتاعنا على المشروع بتاعنا. خلاص، طيب إحنا اتكلمنا قبل كده في المحاضرة الأولى عن التايب أوف لودز، وقلت لك إن إحنا عندنا أحمال رأسية وأحمال جانبية. خلاص، الأحمال الرأسية بتكون عبارة عن جزئين، جزء خاص بالأحمال الميتة. تمام، الأحمال الميتة ديت زي الأون ويت، زي أحمال الحوائط، زي أحمال التشطيبات مثلا، الحاجات اللي هي دائمة على المنشأ. الأحمال الحية طبعا زي وزننا، وزن الكراسي، وزن الأساس كده يعني. والأحمال الجانبية طبعا زي أحمال الرياح وأحمال الزلازل والووتر بريشر والإرث بريشر. طيب إحنا هنصمم طبعا المنشأ بتاعنا على الأحمال الرأسية فقط، فهيكون عندنا نوعين من الأحمال، أحمال ميتة وأحمال حية. وكنت قلت لك يا هندسة إزاي تحسب الأحمال الميتة والأحمال الحية. طيب مبدئيا يا هندسة، الأحمال الميتة والأحمال الحية ديت أنا هحطهم فين؟ يعني أحطهم على البلاطة ولا أحطهم على الكاميرا؟ بص يا هندسة، طبعا إحنا قلنا قبل كده الأحمال الميتة زي الوزن الذاتي مثلا، زي وزن الحوائط، تمام، زي برضو وزن التشطيبات والكلام ده كله، صح؟ طيب البلاطة يا هندسة بيكون عليها حمل إيه؟ ركز كده معايا. فاكر في المانيوال كنا بنحسب ايه؟ كنا بنقول لك الوزن الذاتي بتاع البلاطه. يبقى اول حاجه الوزن الذاتي دي بتكون موجود على البلاطه، وفي تشطيب على البلاطه، يبقى الفلور كفر موجود على البلاطه. تمام، طيب الحوائط، قلت لك والله الحوائط دي ليها قصتين. اول حاجه، لو انت يا باشمهندس عندك، طبعا الكلام ده في الفلات سلاب، لو انت عندك الحوائط مثلا موجودة على الفلات سلاب، تقدر تحطها بطريقتين. أول حاجة كلاين لود، يبقى في الحالة ديت هتحسب وزن الحيطة على المتر الطولي، تمام، أو أنت نويت إن أنت توزعها، خلاص توزعها على البلان تسيح يعني الحوائط ديت، فهنحطها طبعا إيه بالوزن بالمتر المربع. خلاص، وشرحنا القصة ديت في المحاضرات اللي فاتت. خلاص، طيب يبقى ده كده بالنسبة للبلاطات. في وزن تاني بيروح على البلاطات؟ أيوه، وزن البلوكات يا باشمهندس. لو انت في الهولو بلوك سلاب عندك بلوكات، تمام، طبعا دي تبع الديد لود، تمام. فطبعا بنحسب برضو ايه وزن البلوكات زي ما اتعلمنا في محاضرة الهولو بلوك سلاب، تمام. طيب ده كله بالنسبة للديد لود على الايه، على البلاطات. طيب في ايه تاني يا باشمهندس؟ في بقى اللايف لود، واللايف لود ده بنجيبه من كود الاحمال زي ما قلت لك. طيب ده بالنسبة للبلاطات. الكاميرات يا هندسة بتكون شايلة ايه؟ الكاميرات بتكون شايلة الوزن الذاتي بتاعها، خلاص، ووزن الحوائط وخلاص، تمام. برضو شرحنا الكلام ده في ايه، في محاضرات الكاميرات، تمام. فاذا انا محتاج بالنسبة للكاميرات الوزن الذاتي هو البرنامج بيحسبه، محتاج ان انا احط على الكاميرات وزن الحوائط على المتر الطولي بس، خلاص. طيب اما بالنسبة للبلاطات، الاون ويت هو البرنامج هيحسبه، محتاج ان انا احط بقى ايه، محتاج ان انا احط وزن التشطيبات، فمحتاج ان انا احسب وزن التشطيبات ده اولا. ثانيا محتاج ان انا احسب وزن الحوائط بالنسبه للبلاطات الفلات سلاب، ده ثانيا. كذلك وزن البلوكات بالنسبه للهولو بلوك سلاب زياده على كل ده. وهنشوف كمان ايه الحمل الحي من كود الاحمال. خلاص يا هندسه، يبقى ايه ده اللي احنا، دي الاحمال اللي احنا هنحطها على البلاطه والكمر.